إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن السيو دومينز، وهنقول مميزاتها وهنقول ازاي تقدر تجيبها وتبيعها بكل سهولة ويمكن اسهل من الجيو دومينز. السيو دومين ليها شوية مميزات، من اهم مميزاتها ان بيبقى ليها اثورتي عالي، بيكون عليها باك لينكات، بتكون مقرشفة في جوجل، بتساعد الاشخاص او الشركات اللي هم هيبدأوا يعملوا مواقع او بيزنس، بتساعدهم في محركات البحث، وليها مميزات تانية كتير. فهتكون أسهل في البيع لو أنت بدأت تشتغل فيها، لأن في ناس كتير جدا بيطلبوها سواء على الجروبات أو على نمبروس أو على جودادي، مزاد جودادي بيبقى ليها مبيعات كذلك. لو جينا هنا دخلنا على نيمبيو، أنا كنت ناوي أشرح الفترة اللي فاتت، كنت هنزل فيديوهات بس أنا جاتلي شوية مشاغل كده خلتني مقدرش اتابع معاكم الفترة دي. هحاول ان شاء الله على قد ما اقدر اتابع الايام اللي جاية. لو جينا نزلنا تحت هنا كده هتلاقي في دومينات كل يوم بتنزل على نيمبيو، يعني دومينات متباعة بتنزل كل يوم على نيمبيو. لو جينا مثلا خدنا دومينات معينة زي مثلا الدومين ده كده، تمام، وفتحنا الهو از، عايز بس اعرف الناس اللي هي بتقول احنا لحد الان ما حققناش مبيعات ليه، وليه وايه او اسرع موقع ان احنا نعرض عليه الدومين بسرعه، والكلام ده كله كلام ملوش لازمه وكلام فاضي. كذلك الترافيك وحجم الترافيك على الدومين بتاعك لو انت عرضه للبيع برضه كلام فاضي، ما تشغلش دماغك بكل ده. وقت ما الزبون او وقت ما المشتري هيجي لك، لو الدومين بتاعك معروض على اي موقع سواء سيدو دان اي موقع اخر، هيخش يشتريه ما دام الدومين عجب المشتري هيشتريه سواء على سيدو او دان او غيره. ما تشغلش بالك بالترافيك، ما تشغلش بالك بالمده اللي انت قعدتها او الدومين خدها عشان يتباع. لو الدومين اللي انت لو انت اشتريت دومين وقعد معاك فتره، حاول تشوف غيره وحاول تعمل بورتفوليو زي ما انا شرحت قبل كده، لان البورتفوليو هيساعدك جدا. كل ما كبرت فيه كل ما قدرت تحقق مبيعات، يعني مثلا من شهر لشهرين، كل شهر او شهرين ممكن تحقق مبيع على حسب حجم البورتفوليو بتاعك. في ناس كتير بتعمل كده وانا بفضل انك تعمل كده. ممكن تبدا براس مال تحجز دومينات جيو تبيعها، وبعد كده تستثمر الفلوس باللي انت كسبتها من الجيو دومينات دي انك تكبر بورتفوليو خاص بيك، تحط بقى فيه دومينات دوت كوم، دومينات سيو، دومينات جيو، دومينات اكزاكت ماتش، دومينات مختلفه، انت واخد بالك. وبرضو ايه تتابع الترند اللي موجود، وهنتكلم برضو عن قصة الترند ده قدام ان شاء الله في فيديو تاني بالتفصيل، بس احنا دلوقتي خلينا في الشرح بتاعنا. لو جيتوا خدتوا بالكم هتلاقوا الدومين ده نازل على نيمبيو، اتباع النهارده على سيدو ب16,000 دولار، تمام. الدومين ده محجوز من امتى؟ من 2015، يعني قعد مع صاحبه حوالي 8 سنين او 7 سنين، تمام، حوالي تمام مظبوط. فالدومين صاحبه صبر عليه وجدده كل سنه يدفع له اشتراك لحد ما اتباع، تمام. المهم ان انا حبيت اوضح لكم ان في ناس كتير جدا بتصبر، وفي دومينات بتاخد معاها سنين، وفي دومينات بتاخد معاها وقت على ما تحقق مبيعات. مش شرط الدومين اللي انت حجزته يتباع في نفس اللحظة او في نفس اليوم، مع ان في ناس بتحقق الكلام ده، لكن ده حسب المشتري ما يكون حاضر وقت ما المشتري بيجي بيشتري سواء النهاردة بكرة شهر سنة. فانت كل اللي عليك تصبر، ولو انت عندك دومين شايف ان في فرصة ما تستعجلش في بيعه، عرضه بالتمن المناسب له، وتقدر تخش في نوع تاني من الدومينات تشتغل فيه، بحيث انك تقدر تحقق عن طريقها مبيعات، تجيب لك تجديدات الدومينات بتاعتك اللي انت شايف ان فيها فرصة تجددها، وغير كده تطلع ربح صافي خاص بيك، تمام. لو جيت خدت بالك كذلك الدومين ده اتباع اليوم على جودادي ب27,000 دولار، وجينا دخلنا على الهو از هتلاقي الدومين من سنة كام؟ 1999، تمام، واتباع اليوم، اتباع بالمبلغ ده. لو جيتوا خدتوا بالكم
هتلاقوا ان الدومين عليه مميزات كتير. اولها ان هو عليه باك لينكات، وانا لو لاحظتوا هتلاقوا الدومين ريتنج بتاعه 69. هنا واخد باك لينك من ويكيبيديا، هنا واخد من اي بي اي باك لينك، واخد من مواقع تانية زي ما انتم شايفين عليه شوية باك لينكات كويسة، ان بي سي نيوز تمام، عندك من اي اس سي دي، عندك من نيويورك تايمز، بوكينج، واخد يعني شوية باك لينكات قوية جدا زي ما انتم شايفين. فدي الميزة اللي خلته يتباع بالمبلغ اللي انتم شايفينه ده. دومين دوت اورج طبعا في السيو دومين ما بيفرقش معانا الامتداد، ما بيفرقش معانا اذا كان الاسم كويس او لا، في داشات، في ارقام، في حروف، اهم حاجه الجوده بتاعت الاسم نفسه، الجوده بتاعت السيو اللي موجوده على الدومين. لو جينا دخلنا هنا كده على الموقع ده عشان نعرف الاسورة بتاعه، زي ما انتم شايفين الاسورة بتاع الدومين ده 60 تمام، نسبة مسكور 1%. فدي ميزة خلت الدومين يتباع بالمبلغ اللي انتم شفتوه 27,000 دولار. طيب انت ازاي تجيب دومينات بالقوة ديت، وازاي تجيب دومينات الاسورة بتاعها هيكون عالي وتقدر تحقق عن طريقها مبيعات؟ لو جيتوا خدتوا بالكم في الدورة بتاع الباركينج هتلاقيني اتكلمت في نقطة السيو دي، في حوار السيو دومينز، بس ما اتكلمتش بقى بالشكل الكافي. فاحنا ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على السيو دومينات بالشكل الكافي اللي يخليك تقدر تجيب الدومين وتحقق عن طريقه مبيعات، سواء انت حابب تبيعه في الجروبات، سواء حابب تبيعه على نمبروس، حابب تبيعه على مواقع تانية هنتكلم عنها. مفيش اي مشاكل، ان شاء الله هتحقق مبيعات كويسه لو انت مشيت بالطرق اللي احنا هنشرحها. اول حاجه هتفتح اكسبيرد دومينز، هتخش هنا على ديليت الدومينز. طبعا لو انت هتشتغل في المجاني، لان في مجاني وفي مدفوع، هنا كل اللي هتعمله انك هتيجي تظبط الكولومن مانجر هنا على الاعدادات بتاع السيو زي ما شرحنا قبل كده. هتختار الماجستيك الريفيرنج دومينز والحاجات دي، وماجستيك اديو ماشي، وهتختار الدوت جوف والحاجات التانية عشان تعرف الباك لينكات اذا كانت تعليمية حكومية وخلافه، عشان تعرف السي بي سي السيرش تمام، هنا التراست فولو سي تي اف، عندك هنا دي الامتدادات سيو كيك ليف الدومينز جنرال اليكسا ديموز ماشي. فانت هتختار الحاجات اللي انت عايزها، طبعا كل الحاجات اللي هنا ديت سهلة، لو ضغطت عليها او وقفت عليها هتلاقي ايه، هو كاتب لك جنبها ايه اللازمه، ايه لازمتها، يعني هنا كاتب لك يو اس اورجانيك كوست تكلفه تمام، التكلفه بتاع الزيارات، عندك هنا يو اس اورجانيك كيورد سرانك ترافيك، فهو معرفك كل حاجه جنب الكلمات اللي انت هتختارها. بعد ما تختار وتعمل سيف هنيجي هنا على الديليت دومينز، هنيجي هنا على الـ only available. طبعا هنا احنا مش هنعلم الانجليش لان احنا ما يهمناش الدومين اذا كان انجليش او في داشات او في ارقام او لا. بعد ما تعلم عليها هتيجي هنا تخش على additional، هتختار دوت كوم دوت نت دوت اورج، عايز تختار امتدادات تانية مفيش مشاكل تمام. بعد ما تعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي عندك حاجات تانية، اعدادات تانية تقدر تشتغل بيها. فهنا مثلا الليستنج سيتنج، هنا بيقول لك انت بتقول له هنا اون نيو لاست 12 هاورز، يعني الضمانات اللي سقطت في اخر 12 ساعة. فلو جيت ضغطت هنا هيجيب لك الضمانات فقط اللي سقطت من 12 ساعة تمام. لو جيت علمت على ده هيجيب لك الضمانات اللي سقطت من 24 ساعة فقط. كذلك عندك هنا في الاديت داتا الضمانات اللي اتضافت اليوم، لو انت عايز تختار الضمانات اللي اتضافت اليوم فقط. عندك هنا الاند داتا اخر ميعاد الضمانات هتتضاف يعني في اليوم، هتختار ال 12 13 19 زي ما انت عايز.
عندك هنا النيم اندنج، اندنج توداي، اندنج تومورو. طبعا الاعدادات ديت هتفيدك في الماركت بليس، في البيندنج دي للدومينز او الماركت بليس التانية. تمام، هنيجي هنا على الادنشنال. طبعا لو خدتوا بالكو في نقط انا حابب اتكلم عليها كتير عن الاعدادات بتاعت الاكسبار دومينز. هنا لو انت عايز تختار جيو دومينز لمدن وبلدان محددة تقدر تتعلم على الخيار ده. كذلك عندك اونلي 100% جيو اند جيو كومبينشن تقدر تتعلم عليه. كذلك اونلي 100% جيو دومينز، هنا عندك بتختار الدولة من هنا، الدومينات اللي كانت محجوزة تبع الدي ان اس او الاي بي في دولة محددة من الليستة دي. تمام، هنا الريليتد دومين سي ان او بي اي. هنا لو خدتوا بالكو في الخيار ده ريليتد دومين سي ان او بي اي، طبعا في ناس كتير مش هتعرف ايه هو السي ان او بي اي. لو جينا هنا للبلوج بتاعت 101 دومينز بيقول لك وات از سي ان او بي اي دومين. هنا طبعا بيقول لك سي ان او بي اي از ا كورنيوم فور ذا فايف ليجاسي تي ال دي اللي هو دوت كوم دوت نت دوت اورج دوت بيز دوت انفو. تمام كده انت عرفت اللي هو السي ان او بي اي اللي هو الخمسه توب ليفل دومينز اللي هو دوت كوم دوت نت دوت اورج دوت بيز دوت انفو، الخمسه دول. عندك كذلك الدومين ده الخيار ده، فهنا معنى ان هو بيقول لك ريليتد دومينز سي ان او بي اي، الريليتد دومينز اللي هي يكون اللي هي المجالات ذات الصله، المجالات ذات الصله بالخمس امتدادات اللي احنا قلنا عليها اللي هو دوت كوم دوت نت دوت اورج دوت بيز. فعندك هنا بيقول لك المجالات المرتبطه بيهم. طبعا هما مش مهمين قد كده الخيارات دي. فلو جيت هنا هتيجي على السيو، عندك السيو دومين هنا. هنا لو جيت خدت بالك وقفت هنا على بالماوس على كلمة سي في هيقول لك جلوبال مانثلي سيرشز اكزاكت ابروكسيميت 12 مانث افرنج اوف يوزر كويريز فور ذا كي وورد اون جوجل سيرش. تمام، فهنا ممكن تكتب له لو انت عايز يعني البحث، بس انت مش هتحتاج دي لان عندك السي جي هنا بيقول لك جلوبال مانثلي سيرش. هي لو جيت خدتوا بالكم هتلاقوا هي بيعرفك البحث اللي بيجي على الدومين، عدد البحث اللي بيجي من جوجل. هنا كومبيتيشنز جوجل ادز كومبيتيشن جلوبال سكيل فروم، هنا طبعا المنافسه والحاجات دي. فطبعا هنا المنافسه اللي هي بتبقى جوجل ادز كومبيتيشن سكيل من 0 ل 100. ممكن تشوف المنافسه اللي انت عايزها، حجم المنافسة لو عايزها صعبة عايزها سهلة من 0 ل 100 قدامك تختار مثلا 5 أو 50. تمام، عندك هنا السي بي سي تقدر تحدده، عندك هنا الياندكس ان الدومين يكون متسجل في قواعد البيانات بتاع ياندكس. طبعا ياندكس ده محرك بحث زي جوجل. ممكن تختار هنا عدد الأرشفة وعدد اللينكات المتأرشفة للدومين اللي انت عايزه يظهر لك هنا، أو ممكن تختار مثلا 50 لينك 100 لينك اللي انت عايزه، مفيش أي مشاكل. هنا اللينكس من ويكيبيديا انت عايز لينكات قد ايه، عايز الدومين يكون واخد باك لينك كام باك لينك من ويكيبيديا. لو جيت دخلت هنا كتبت في الماين مثلا انا عايز خمس أقل حاجة 5 باك لينك من ويكيبيديا، عندك هنا الماجستيك مليون جلوبال رانك. ماشي، ممكن تعلم عليها يكون الدومين في الماجستيك مليون جلوبال رانك. عندك هنا اي بي بوب يكون عندك هنا بيقول لك ماجستيك سي او اي بي بوب نمبر اوف باك لينك فروم ديفرنت اي بي ادريس. يعني انت عايز الدومين اللي انت الدومينات اللي تظهر لك واخده باك لينكات من كام دومين مختلف، فدي ميزه كويسه برضو. ممكن تقول له اقل حاجه 50 او 20 دومين مختلف. عندك هنا كلاس سي بوب، عندك هنا نمبر اوف باك لينك فروم ديفرنت كلاس سي اي بي ادريس، يعني دي مش مهمه قد كده.
عندك هنا الرانك ماجستيك سيو جلوبال رانك ماجستيك او الرانك دومين سيميلر از بيتر. تمام. فمثلا هنيجي هنا السيم رش رانك سيم رش وورد يكون الدومين واخد رانك في السيم رش. عندك هنا تقدر تحدد التكلفة اللي هي بتاع الإعلانات وهنا كذلك عندك الترافيك اللي بيجي على الدومين، ممكن تحدد الترافيك، الترافيك يكون يعني دومينات تظهر بتاخد عليها ترافيك، بس هنا طبعا مش هيظهر لك الترافيك بالشكل الصحيح فانت ما تحطهاش في دماغك. عندك هنا الكيوردز اللي واخدها الدومين، عندك هنا الرانك. تمام. فانا هكتفي ان انا اعلم على الخيارين دول فقط. عندك هنا السيو كيك دومين بوب. طبعا الاعدادات دي انا بشرحها لكم مع ان هي اصلا موجوده في الكولوم مانجر وموجوده هنا، هي دي الاعدادات. لو خدت بالك هنا هتلاقي بيقول لك ايه على الار دي تي، هنا نمبر اوف ريليتد دومينز ان دوت كوم دوت نت دوت اورج بيز دوت انفو اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي دي اللي هي السي ان او بي اي دومينز ريليتد. تمام. عندك الار دي تي ده هو المسؤول عنها. عندك الباك لينكات هنا، عندك هنا ال WY data of domain using the who is creation، يعني أول حجز للدومين تم، مش أول حجز يعني الدومين اتحجز إمتى في سنة كام بالظبط. يعني مثلا أنا حجزت الدومين والدومين وقع مني أو انتهى ما جددتوش، وقع بقى متاح في سنة 2022. جيت انت مثلا حجزت الدومين ده في سنه 2022، فكده بتسجل ريكورد على الهو از ان الدومين ده اتحجز في سنه 2022. عندك هنا الاي بي واي بيقول لك الداتا بتاع الدومين يوزنج ذا فيرست فاوند داتا فروم ارشيف دوت اورج، اول حجز تم على الدومين، يعني اول شخص حجز الدومين ده. فهنا كل ما كان الدومين قديم كل ما كان افضل. عندك هنا كذلك في الدي بي هنا بيقول لك السي او كيك دومينز او نمبر اوف باك لينك فروم ديفرنت دومينز. هنا الباك لينكات اللي الدومين واخدها من دومينات مختلفه، يعني مش واخدها من دومين واحد، لا من دومينات مختلفه. عندك الاي سي ار دي عدد اللينكات اللي متارشيف على الويب ارشيف اللي الدومين واخدها زي ما شرحنا قبل كده، يعني تقدر تاخد الدومين تحطه في الويب ارشيف هيعرفك عليه كام لقطة متسجلة وكام دومين ومن سنة كام وبداية من أول ما بدأ يشتغل لحد ما انتهى. عندك هنا الأديت داتا الدومين نزل يعني على الإكسبيرد دومينز. عندك الدومينات دي نزلت هنا على الموقع بتاريخ يوم 12 اللي هو النهاردة، الدومينات دي لسه نازلة النهاردة على الموقع. طبعا عندك أليكسا رانك، الرانك بتاع أليكسا اللي هو ده. عندك هنا الريج، الريج ده بيعرفك العدد بتاع الدومينات اللي الدومين متسجل فيه، يعني عندك الدومين ده متسجل في 15 امتداد اخر من ضمنهم دوت كوم دوت نت دوت اورج. عندك هنا السي ده اختصار دوت كوم، عندك هنا دوت نت دوت اورج. تمام. عندك هنا التراست راتيو سي اف والتي اف اللي هم دول سي اف والتي اف. التراست راتيو ده كل ما كان عالي كل ما كان بيدي ميزه كويسه للدومين. هنا لو ضغطنا على الرقم اللي هو مطلعه لنا في التي ار تراست راتيو هيحولنا على ماجستيك. تمام. عندك هنا في ماجستيك بيعرفك القوه بتاعت الدومين من حيث التراست فولو والسيتيزيشن فولو. تمام. لو جينا وقفنا على السيتيزيشن فولو هنا بيقول لك از ماجستيك فولو متريك سكور ويش از وايتد باي ذا نمبر سيتيزيشن تو ا جيفن يو ار ال اور دومين. فكل ما كان الرقم عالي بتاع السيتيزيشن والتراست فولو اهم شيء كل ما كان الدومين ده كويس. لو جينا وقفنا على التراست فولو هيقول لك تراست فولو از ماجستيك فولو متريك سكور ويش از نمبر اوف لينكس تراستد سايت، يعني المواقع الموثوقه اللي الدومين واخد منها باك لينكات. تمام. فلازم تخلي بالك من نقطة التراست فولو يكون عليها عدد أقل حاجة 10، كل ما كان أعلى كل ما كان أفضل. ماشي.
عندك هنا في لو جينا على السي جي اللي هو جلوبال مانثلي سيرش اللي بيتم على الدومين، يعني كم شخص بيبحث عن الدومين، والدومين بيظهر في محركات البحث او بيبحث عن الكلمات الموجودة على الدومين. يعني مثلا الكلمتين دول كم شخص بيبحث عنهم في محركات البحث. لو جيت خدت بالك هنا الكلمتين دول في 210 شخص بيبحثوا عنهم. تقدر تتأكد برضو عن طريق جوجل ادز. عندك هنا السي بي سي زي ما شرحنا قبل كده، اللي هو سعر النقرة اللي بتيجي على الكلمتين اللي موجودين في الدومين. كل ما كان سعر النقرات عالي، كل ما كان الدومين ده كويس وشغال في مجال الهاي بي كي ووردز، اللي هي الكلمات المفتاحية اللي بيجي عليها أسعار عالية، يعني المعلنين بيدفعوا فيها أسعار عالية، بيدفعوا في الكلمات دي أسعار عالية. تمام. طبعا هنا مش هيجيب لك البيانات الصحيحة على الاكسبيرد زومنز، هتقدر تتأكد عن طريق جوجل ادز عن طريق السيرش كيورد. هتضيف الكلمتين، هنلغي طبعا مصر وهنختار انجليش. هبحاول افهمكم قدر الامكان كل شيء تقدروا تشتغلوا بيه. هنيجي مثلا ناخد الكلمتين دول ماي ديل دايركت. هنا بيقول لك السي بي سي 2400 دولار، ده لو فعلا اللي هيشتغل بالدومين ده ويمسك الثلاث كلمات دول هيقدر يحقق عن طريقهم ربح من جوجل ادسنس وحاجات تانية كتير. مش هنخش في التفاصيل دي. المهم هنعمل بحث كده على الثلاث كلمات دول عشان نتأكد. هنا بيقول لك ماي ديل دايركت، طبعا البحث عليه ضعيف شوية، المنافسة فيهم ضعيفة. بس لو خدت بالك هنا من السعر بتاع النقر على الدومينات، هنا بيقول لك المعلنين بتدفع من كام لكام على الثلاث كلمات دول. يعني اكبر عدد المعلنين دفعوه 3017 دولار، لو واخد بالك. يعني الثلاث كلمات دول الرينج بتاعهم من 40 سنت، من 41 سنت لحد 3700 دولار. تمام. فاحنا مش هنشغل دماغنا طبعا بالحاجات دي، انا بحاول بس افهمكم ايه فايدة الحاجات دي وايه استعمالها. لو جينا دخلنا على ال MRDL هتلاقي بيقول لك number of referring domains with at least one live link. خلي بالك من النقطة دي، بيقول لك at least one live link، يعني اللينكات اقل حاجة يكون لينكات شغالة وسليمة. فلو جينا ضغطنا هنا بيقول لك 3000 لينك شغال على الدومين ده. لو جينا ضغطنا عليه كده طبعا هيحولنا الماجستيك برضو. هنا بيقول لك الدومين ده واخد تراست فولو 8، سيتيزيشن فولو 27. هتلاقي هنا عندك الفريش 15000، هيستوريك 29800، هنا الدوبليكيت المكررين 82، هنا بوزيشن الماجستيك مليون 519000، اندكس دي ار الز اللينكات المتأرشفة، كراول دي ار الز 91000. فخلينا نبدأ كده على الدومين ده لما نخلص. فيعتبر احنا كده قلنا شوية، قلنا على الإعدادات يعني اللي انت تقدر تشتغل بيها وايه فايدتها. هنا ال اي اللي هو العدد الاحرف اللي موجوده في الدومين، فلو انت ضغطت عليها هيجيب لك الاحرف اللي هي الصغيره اقل احرف. لو ضغطت هنا تاني مره بيجيب لك اكبر احرف موجوده في الدومين، بيجيب لك الحرف، فده بيعرفك الاحرف اللي موجوده على الدومين. تمام. فاحنا دلوقتي هنتكلم عشان الموضوع طول شويه واحنا بنشرح، هنتكلم وهنقول ازاي تجيب دلوقتي دومين مميز كسيو تقدر تشتغل بيه وتقدر تحقق عن طريقه ارباح. طبعا احنا هنعلم هنا على الاونلي افيلابل زي ما قلنا. هنيجي هنا على هنعلم على الخيار ده عشان ما يظهرلناش دومينات واخده اكتر من داش. هنيجي هنا نعلم على الدوت كوم ودوت نت ودوت اورج. تمام. هنا النقط دولت دومينز احنا مش عايزين، ادولت نيمز اللي هي الدومينات الاباحيه مش عايزينها. تمام. هنا طبعا اللينس تقدر تحدد عدد احرف الدومين. هنا عايز ماكس يكون بالكتير قوي حروف الدومين تكون كام، ممكن نقول 15 او 14 حرف.
تمام. طبعا عدد الحروف بتاع الدومين كاسيو مش هتفرق معانا، اهم حاجه قوه الدومين من ناحيه السين، تمام. فهنيجي هنا ننزل تحت نعمل ابلاي فلتر، هنيجي هنا على الدي بي اللي احنا قلناها اللي هي الدومين بوب نمبر اوف باك لينك فروم ديفرنت دومينز. يعني الدومين ده واخد باك لينكات من دومينات مختلفة. هنيجي هنا طبعا اونلي كاركترز عشان الارقام الكتيرة اللي بتظهر دي. هنخليها نو نمبرز عشان افضلية ان هو يظهر لنا دومينات سيو كويسة، تمام. فهنا بيقول لك الدومين ده واخد 8900 باك لينك من دومينات مختلفة. عندك هنا في الاي بي واي التاريخ بتاعه، اول بداية لاستعمال الدومين كانت من 2020، تمام. الدومين وقع وبعدين اتحجز في 2021، فاحنا عايزين دومين قديم شوية. ونزلت تحت كده هتلاقي دومين ده من 2013. لو جينا خدنا الدومين ده كده وجينا نشوف عليه باك لينكات، عليه حركة ولا لأ، معلوش حاجة. لو نزلنا تحت شوية هنلاقي دومين ده من 2007، بس أكيد هتلاقيه سبام لأن الدومينات اللي بتبقى حروفها كلها ملخبطة دي ساعات بنسبة 98% بتبقى سبام. عندك مثلا هننزل تحت شوية نشوف دومين ده من 2013 عليه 6000 باك لينك. لو جينا خدناه كده وعملنا فين، هنا بيقول لك الدومين عليه دومين ريتنج 26 عليه 23000 باك لينك ريفيرنج دومينز زي ما قلنا دو فولو 100%، تمام. اللي هي كونتنت واخدة محتوى، يعني مقالة الموقع عاملها وضايف اللينك بتاع الدومين ده فيها، تمام. فهنا كونتنت ده معناه معناه فولو اللي هو دو فولو، كونتنت معناه دو فولو. عندك هنا طبعا واخد من صيني 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 وحاجات تعبانة خالص، فزي ما قلت لكم الدومينات اللي بتبقى ملخبطة ديت يا إما صيني يا إما سبام متبقاش قد كده. فاحنا ممكن نختار هنا على التراست فولو زي ما شرحنا على ماجيستيك، هنا تراست فولو بيكون الباك لينكات اللي الدومين واخدها من مواقع كبيرة وكويسة. فكل ما كان التراست فولو عالي كل ما كان عالي كل ما كان أفضل إنك تلاقي دومينات كويسة. عندك هنا مثلا تراست فولو بتاع الدومين ده 23، لو جينا ضغطنا على الرقم 23 هيحولنا على ماجيستيك. وانت تو كونتينيو ورا الناس مش عارف ايه انلوك فول سبيس بلانز. انا طبعا عايز نسجل في الموقع شوية تسجيل، طبعا تقدر تسجل في ماجيستيك وتعرف اكتر عن التراست فولو. فهنا مثلا الدومين ده من 2007 وفضل مستمر وبعدين اتحجز في 2020. ممكن ناخد الدومين ده نشوف التاج بتاعته. هنا الدومين بيقول لك ان هو واخد باك لينك من موقع كبير شوية اللي هو انجل فاير، فعاوزين نتأكد الباك لينك ده اذا كان موجود ولا اتحذف. ممكن نفتحه كده. عندك هنا تقريبا هو ذا تايلور براذرز باند، هنا الباك لينك موجود اهو. لو حد دخل على الرابط ده هيلاقيه هنا، لو ضغط عليه هيحوله للدومين اللي احنا بنبحث عنه ده، تمام. في عندك
شوف اذا كان واخد من مواقع تانية، طبعا مواقع ضعيفة. هنا عشان تعرف الموقع اذا كان قوي ولا لا اللي واخد الباك لينك، هتشوف الدي ار هنا اللي هو الدومين ريتنج. كل ما الدومين ريتنج ده كان عالي، فكل ما كان الباك لينكات الباك لينك اللي دومين واخده قوي، تمام؟ فعندك ده الدومين اللي احنا بنبحث عنه عشان لو كويس هنشتريه. دي المقالات او المحتوى بتاع الايه الدومين بتاعنا. دي الباك لينكات اللي واخدها من مواقع اخرى، دي المواقع الاخرى، تمام؟ فعندك الموقع ده الدي ار بتاعه 87، لما جينا فتحناه لقينا ترتيبه على اليكسا 28000 زي ما انتم شايفين. لو جينا دخلنا هنا على السيميلار ويب، طبعا هتلاقوا الاضافه دي موجوده على متجر كروم. هيقول لك، بيقول لك هنا المانثلي فيزيت اللي بتيجي على الدومين ده 1,800,000 زياره، تمام؟ طبعا هنا الباك لينكات التانيه ديت ضعيفه شويه، فاحنا هنشوف دومين واخد بشويه باك لينكات كويسه زي الدومين اللي احنا شفناه وحقق المبيعات ده. فاقول لكم على الطرق المجانيه والطرق المدفوعه اللي هي مش هتكلفكم برضو كتير عشان تقدروا تجيبوا دومين كويس. لو جينا دخلنا على الدومين الثاني هيقول لك تراست فول 22، الدومين ده تاي شي نتورك. طبعا هنا عشان ما نضيعش وقت انك تبحث بدومين بدومين، فانت هتعمل حاجه سهله خالص، كل عليك هتيجي تنسخ ال 200 دومين دول عشان ما تقعدش تبحث عن دومين بدومين وتاخد وقت كبير. هتيجي على الموقع ده اللي هو دي اي بي اي شيكر دوت اورج، هتيجي تضيف ال 200 دومين هنا، وهتيجي تحدد حوالي 20 دومين او 19 زي ما انت عايز. هو بيعمل لك بلق، بيشوف لك الاصوره دي بتاعه الدومين، ومنها بتشوف لو الاصوره كويس والسبام سكور بتاع الدومين قليل بتبدا تشوف الباك لينكات اللي موجوده عليه وتفحصهم. فهنا هنعمل شيكينج. هنا زي ما انتم شايفين لو نزلنا تحت شويه هتلاقي الدومين ده 12 اصورتي 40% سكور سبام سكور. هنا الدومين ده 19 اصورتي 79% سبام سكور. هنيجي نطلع تاني نعمل بيس. طبعا الطريقة دي بتسهل عليك عشان ما تقعدش تبحث دومين بدومين وتاخد وقت منك كبير. فانت هتشوف الدومينات اللي عليها اسورتي وعلاش سبام سكور عالي وتبدأ تفحصها. طبعا السبام سكور هنا بتاع الادوات ده ما تعتمدش عليه، انت هتفحص يدويا هتشوف اذا كان الدومين ده عليه فعلا باك لينكات واسبام ولا لا، لان زي ما قلنا الادوات ما بتديكش كل حاجه صحيحه 100%. فانت لازم تشيك يدويا. فانت بعد ما تبحث عن الدومين لو لقيت دومين اسورتي كويس هتبدا تشيك على الباك لينك، الباك لينكات بتاعته، هتشوف الدومين فعلا كويس وعليه باك لينكات كويسه ولا لا. فالطريقه اللي بعد ديت هتخش عليها اللي هي هتخش على البيندنج ديليت ماركت بليس، هتخش على البيندنج ديليت. طبعا الدومينات اللي هي على ديليت الدومينز صعب انك تلاقي دومين قوي جدا في السيو، بس هتلاقيه موجود عندك على البيندنج ديليت دومينات كتير كويسه ومميزه جدا تقدر تقتنصها عن طريق الدروب كاتش والباك اوردر. فهنا مثلا لو جينا ضغطنا على الدي بي، دي الدومينات اللي هتقع اليومين اللي جايين دول. لو جيت خدت بالك هتلاقي هنا في الاند داتا اللي هو الدومين ده اخره يوم 13 اللي هو بكره، الدومين ده اخره يوم 14، فالدومين ده اخره بكره، فانا اقدر اعمل عليه باك اوردر اليوم لو هو كويس. فممكن اخد الدومين ده كده اشيك على الاصوره بتاعه، او ممكن اخد بالك كده كوبي
واعمل شيك. هتلاقي عندك زي ما انت شايف الدومين ده صورة 27، الدومين ده صورة 30، 33. فطول ما انت بتبحث هتلاقي دومينات كتير مميزة. ممكن نشوف التراست فولو. خمسة وتلاتين ومش عارف ايه، هناخد كوبي. تلاقي عندك الدومين ده الدومين الصورة بتاعه 57، ممكن ناخد الدومين ده نشيك عليه. عندك هنا 1 2 3، هنا لو خدتوا بالكم هتلاقيه مشابه جدا للدومين اللي تم بيعه على نيم بيو ب 27000، نفس الدومين ريتنج 69. لو خدتوا بالكم هنا هتلاقيه واخد من ويكيبيديا، وهنا بيقول لك الترافيك اللي بيخش له عن طريق الباك لينك ده 8000. عندك هنا واخد من موقع اي بي اي برضه نفس الباك لينك اللي الدومين ده اللي تم بيعه واخده. عندك هنا واخد من ويكيبيديا ويكيبيديا ويكيبيديا، عندك واخد من الموقع ده، عندك واخد من السي بي سي، عندك واخد ادي ويكيبيديا تاني وده موقع تاني. انتوا متخيلين انه واخدين بالكم من الباك لينكات اللي الدومين واخدها. عندك هنا زي واشنطن بوست، عندك هنا ويكيبيديا، عندك هنا ويكيبيديا ويكيبيديا ويكيبيديا، واخد باك لينكات محترم محترمة جدا. نيويورك تايمز، عندك هنا موقع ده موقع حكومي، ويكيبيديا باك لينكات حكومية. عندك هنا بي بي اس، يعني دومين واخد باك لينكات زي الفل. ممكن نفحص الباك لينكات دي، انت طبعا هتفحصها تخش على الباك لينك، الباك لينك ده مثلا لو جيتوا خدتوا بالكو نورث امريكان فري تريد اجريمنت، هتشوف الدومين الدومين زي ما انتم شايفين موجود هنا اهو. عندك سي بي سي، اهو الدومين اهو. تمام، فالدومين ده كويس جدا. ممكن بقى ناخد الدومين بعد ما شفنا الباك لينكات. طبعا انت هتشيك على الباك لينكات، هنيجي على الويب ارشيف. فدومين زي ده هتلاقي فيه اكتر من شخص هيعمل عليه باك اوردر، وسعيد الحظ بقى هو اللي يكسبه. دومين من 1998 فضل شغال لحد 2022. عندك طبعا اللقطات والدومين كان نشط جدا. فانت ممكن تشوف المحتوى اللي كان موجود على الدومين ده. طبعا الطريقة دي أنا قدرت أجيب منها دومينات كويسة، يعني دومينات لها صورة 35 ودومينات لها صورة أكتر، عن طريق دروب كاتش مواقع تانية أخرى. فالمهم الدومين ده زي ما انتم شايفين الصورة بتاعه 57، باك لينكات اللي عليه مميزة جدا.
فده هينفع انك تتاجر فيه تبيعه، وينفع للباركينج، ممكن يحقق لك ارباح كويسة جدا من الباركينج. فانت عندك نسبة انك تكسب الضمان ده لو انت عندك حساب على دروب كاتش. طبعا الموقع انا كنت شغال فيه، كنت بحجز عن طريق ضمانات، بس الحساب بتاعي اتقفل، فتقدروا تسجلوا في الموقع بكل سهولة. طريقة التسجيل فيه سهلة، ولو الموقع طلب منك هوية، بطاقتك، عنوانك كده، تقدر تبعته على طريق الايميل. كل اللي هتعمله انك هتيجي تاخد الدومين ده اهو، هنعمل عليه باك اوردر، هنيجي على دروب كاتش، هنيجي على الباينج، هنيجي على ديسكاونت كلاب، هنيجي على اديت ديسكاونت كلاب باك اوردر. طبعا هو هنا قافل لي الحساب، مش عارف اضيف. المهم لما تضغط عليها هيفتح لك فورم كده، هتحط الدومين بيست وتعمل سبميت، وبعد كده الدومين هنا بيقول لك هينتهي امتى، عايزين نعرف هينتهي امتى. 25/9 يعني الدومين اخره اليوم 25، فانت عندك فرصة انك تعمل عليه باك اوردر من دلوقتي. يوم 25 هتلاقي الموقع، لو انت كسبته على دروب كاتش هيبعت لك رسالة تخش تدفع تمن الباك اوردر اللي هو $10 تقريبا. تمام، عندك كذلك تقدر تستعمل دينا دوت، اتكلمت عنها برضو، كذلك تقدر تعمل عليها باك اوردر. عندك هيكسو نت، طبعا ما تنساش برضو ان الدومين يكون له ارشيف على جوجل، يكون متارشف. انا طبعا زي ما انتم شايفين الدومين متارشف على جوجل، لو ارشفه، لو جينا هنا على النيوز، طبعا هنا جوجل نيوز ومعرفش حاجه، بس الدومين متارشف له ارشفه، وكل ما كانت الارشفه كبيره وليه لينكات كتير جدا متارشفه، كل ما كان افضل بكتير. تمام، هتيجي مثلا قلنا هتشوف المحتوى اللي عليه على الويب ارشيف، هتيجي تخش على هيكسونيت. كل اللي هتعمله هتيجي على دومينز باك اوردرز. اهم حاجه قبل ما تعمل باك اوردرز على هيكسونيت لازم تكون ضايف فلوس عليه. تمن الباك اوردر على الدومين حاليا عليه حوالي $20، فانت هتضيف ال$20 هنا، وبعدين تخش على باك اوردرز. هتيجي هنا على سيرش باك اوردرز، هتيجي هنا تحط الدومين، تمسح المسافات، هتعمل سبميت، هيظهر لك هنا الدومين وجنبه السعر. هتيجي هنا تعمل تعلم عليه، هتعمل هنا، هتلاقي بعد ما اتعلم عليه هيتضاف لك هنا على طول في القائمة في السلة، تضغط عليها وتعمل باي ناو. طبعا مش هيطلب منك فلوس دلوقتي، كده انت عملت باك اوردر. تمام، فدول باك اوردرات اللي انت عملتها. بيكتب لك الريفرس ديبوسيت داتا، الريجستري ديليشن داتا، التاريخ اللي الدومين هيتدلت فيه. هنا طبعا على الاكسبيرد دومين زي ما قلنا ده الاخر ميعاد للدومين. عندك كذلك جودادي، لو خدت بالك هنا ودخلت على الـ على الـ لو انت مشترك في مزاد جودادي، لو مشترك في المزاد ب$5 هتلاقيه منزل لك في الحساب تحت باك اوردر. ننزل تحت كده هتلاقي دومين باك اوردر، لو ضغطت عليه مانج هيحولك لصفحة تقدر تعمل عليها باك اوردر. تقريبا سعر الحساب بتاع الباك اوردر هنا $23 او 20 حاجه زي كده. المهم هتضغط على اديت باك اوردرز، هتيجي هنا بابليك اي هاف اجري نيكست، هتضيف الدومين، تعمل نيكست، هتعمل نيكست نيكست، تعمل نيكست. طبعا هنا هيحولك تلقائيا للسله انك تدفع ثمن الباك اوردر. هنا زي ما انتم شايفين تدفع ثمن الباك اوردر، وبعد كده تقدر تستعمل الباك اوردر، وليك فرصه كبيره انك تكسب الضمن لو انت عملت الباك اوردر ده على جودادي ودروب كاتش في نفس الوقت. ممكن اي منصه منهم تقتنص الضمن ليك. تمام، فده هيكون حاجه كويسه جدا.
وفرصة كبيرة إنك تطلع دومينات جودتها عالية جدا، وزي ما انت شفتوا أصورتي وباك لينكات مميزة، عندهم واخد باك لينكات من ويكيبيديا كتير جدا، واخد من سي بي سي، واخد من مواقع كبيرة جدا، تمام، وله أرشفة وله أرشيف على الويب، أرشيف كويس جدا. كذلك هنا هتلاقي عندك دومينات كتيرة نفس الموضوع، أنا 50 دومين، أصورتي 50، 44، 47. فالدومينات دي الناس اشتغلت عليها لسنين وتعبت فيها وصرفت عليها، بس نسيت تجددها او ما خدوش بالهم من ميعاد التجديد، فالدومينات دي بتسقط. فانت ليك فرصة كبيرة جدا انك تطلع دومينات مميزة عن طريق الطرق اللي انا شرحتها دي، تمام. لو هنا على دروب كاتش كسبت الباك اوردر ودفعت ال10 دولار، هتعمل طبعا، يعني هيكون لازم يكون عندك حساب على نيم برايت. نيم برايت طبعا، نيم برايت ودروب كاتش الاثنين تبع بعض، فهتيجي تعمل سجل دخول هنا، وهتسجل بنفس اليوزر والباسورد على دروب كاتش عشان تقدر ايه تستعملهم مع بعض. طبعا لو كسبت الدومين ودفعت ثمن الشراء ينزلك هنا على نيم برايت، تقدر تشتغل عليه وتستعمل نيم سيرفرز، ليك كامل الحرية طبعا، هينزل لك متاح. بعد طبعا الدومين ما ينزل لك، وبعد ما تكسب الدومين، في قدامك دلوقتي اكتر من طريقة. اول طريقة انك تخش على براند باكت تعرض الدومين عليها، لان الدومين ليه مميزات زي ما قلنا في السيو. طبعا انا بقول لك عندك فرصة ان هو يتقبل، لكن مش بنسبة 100%، لان في دومينات بتقبل في دومينات لا. فكل اللي هتعمله انك هتيجي هنا على البراند باكت، وطبعا هقول لكم على طريقة تجيبوا 10 كريدت تقدروا تضيفوا بيها 10 دومينات مجانا من غير ما تدفعوا البراند باكت حاجة. كل اللي هتعمله انك هتيجي على اكونت، هتنزل تحت شوية كده على خانة الباي بال، وتربط الباي بال بتاعك بالموقع. بعد ما تربط الباي بال بتاعك بالموقع هيديك 10 نقط هدية. بعد كده تقدر تلغي الربط بتاع باي بال، وتقدر تستفيد بال10 نقط انك تضيف 10 دومينات. الموقع بياخد من اسبوعين لشهر، او ممكن 40 يوم بالكتير، على ما يراجع الدومينات ويتقبل يترفض، هيبعت لك رسالة، وهيبعت لك رسالة كمان بالسعر المحدد. فلو انت الدومين بتاعك اتقبل، هتلاقي الموقع نشره وعمل له لوجو كمان خاص بيه. ده الدومين ده انا كنت كسبانه كذلك من دروب كاتش بنفس الطريقه اللي انا بشرحها لكم. دفعت فيه 10 دولار على الباك اوردر، اللي صورتي بتاعه 33، ودومين كويس، واخد باك لينكات كويسه، واسمه كويس، لايتنينج داست زي ما انتم شايفين. طبعا الموقع كان مدي لي هنا برايس 6835 دولار، بس انا نزلته ل0% اللي هو 5600 فقط. عندك كذلك موقع سكواد هيل، طبعا التسجيل سهل جدا، المواقع دي ما فيهوش اي صعوبه. هتيجي هنا على اكونت ساين اب، هتعمل فيرست نيم، لاست نيم، ايميل، باسورد. هنا بيقول لك جوين از اباير كمشتري، هنا جوين از اكرياتيف اور ماركت بليس سيلر، دي طبعا اللي هتعلم عليها. وهتعمل كريت اكونت، وبعد كده هتسجل في الموقع، هتسجل دخول، تمام. طبعا انا ما بستعملش سكواد هيل، بس سكواد هيل بموقع كبير وليه سمعته وناس كتير بتحقق عليه مبيعات. كل اللي هتعمله انك هتيجي على البريميوم ليستنج، هتيجي هنا على ادد دومينز، ادد ا بريميوم ليستنج، ادد ا ستاندرد ليستنج، ادد ان ريجسترد دومينز. تقدر كمان تستغل الموقع وتكسب عن طريقه بانك تضيف فيه دومينات انت مش مسجلها، دومينات مش متسجله، يعني دومينات متاحه. فلو الدومين ده عجب الموقع او عجب الناس اللي هتشيك عليه، ممكن يوافقوا عليه، ولو اتباع هتاخد نسبه منه. يعني دومين مش ملكك ومش متسجل، دومين متاح للجميع. فانت بتديه، بتحطه هنا على الموقع، الموقع لو عجبه هيحجزه ويبيعه، اتباع لك نسبه. في ناس كتير بتحقق ارباح عن طريق المواضيع دي. فانت كل اللي هتعمله هتيجي على ادد ا بريميوم ليستنج، هتضيف الدومين بتاعك او الدومينات بتاعتك،
بتعمل سبميت. اهم حاجه الاول لازم يكون عندك كوينز في الحساب بتاعك، صفر كوينز. هنا لازم كل دومين تقريبا ليه كوينز واحد، فهتيجي هنا على الماي اكونت. طبعا انت هتيجي هنا على السكواد هيلب، باي سكواد هيلب كوينز، هتيجي هنا على السيلكت اوبشن، تختار عدد الكوينز اللي انت عايزها، 5 ب 5 دولار، هتعمل باي ناو. هيحولك طبعا لطريقة الدفع، هتعمل اي اجري، تمام. هنا يقول لك اديت فاوندز ناو، اديت فاوندز تو اكونت بالانس 5 دولار، اديت فاوند. طبعا هتدفع سواء عندك فيزا باي بال، هتدفع وبعد كده ايه هينزل لك الكوينز في حساباتك، في حسابك هينزل لك الكوينز. هتيجي طبعا على الماركت بليس داشبورد، هتيجي على البريميوم ليستنج زي ما قلنا، بعد ما تضيف الكوينز ادي الدومينز ادي البريميوم ليستنج، هتيجي هنا تضيف الدومين زي ما قلنا وصبم الدومينز، هيتراجع الدومين بتاعك ليه نسبة، يتقبل يترفض. لو اترفض هينزل لك في الستاندر ماركت بليس، تمام. لو اتقبل هيتعمل له لوجو، هيقول لك السعر المقترح له، فعندك فرصة كبيرة انك تحقق مبيع عن طريقه، عن طريق سكواد هيلب. فعندك براند باكت وسكواد هيلب للضمانات البراند والضمانات اللي نطقها سهل وسهلة الحفظ وسهلة النطق كذلك. في عندك كذلك نيم بروس تقدر تستغل الموقع تبيع فيه. طبعا المنتدى هنا للريسلر، معظم المبيعات اللي بتتم عليه ريسلر. فلو انت عندك، لو جبت قدرت تجيب سيو دومين كويس، باك لينكات وصورة كويس، تقدر تعرضه هنا للبيع عن طريق الموقع زي ما شرحنا. انا شرحت موقع نيم بروس، تقدر ترجع للشرح على القناة. هتيجي عندك هنا في الريكويستس قسم الطلبات، هتلاقي طبعا هنا مشترين بيطلبوا ضمانات معينة في مجالات محددة بأسعار مختلفة. كل اللي انت هتعمله انك هتخش تشوف الطلب، ولو الطلب ده مستوفي الشروط في ضمن عندك تقدر تكلم المشتري وتديله وتبعت له الضمن، وتشوفه لو عجبه هتقدروا تتفاوضوا على السعر وتحقق عن طريق مبيعات. كذلك عندك مزاد جدادي، يعتبر الافضل لو انت استغلته صح. طبعا الدومينات السيو لو انت دخلتها مزاد بنسبة كبيرة جدا الناس هتزايد عليها، وتقدر تبقى بمبلغ كبير زي الدومين اللي انت شفته. يعني الدومين اللي انت شفته ده متباع على جودادي، متباع على مزاد جودادي بالسعر ده. فهتيجي هنا على مزاد جودادي، هتيجي هنا على السيل ليستنج، هتخش على الليست ادومين زي ما شرحنا قبل كده. طبعا هنا المزاد بتاع جودادي سهل جدا في الاستخدام، مفيهوش يعني حاجات معقدة، سهل جدا. كل اللي هتعمله انك هتضيف الدومين كده، تختار الامتداد دوت اورج، هتضيف الدومين تاني زي ما انت شايف. هتيجي هنا على اوفر كونتر اوفر، هنا طبعا لو انت عايز تعرض الدومين بدون سعر، المشتري هو اللي يديلك سعر فيه وانت هتقبله يا ترفضه، تمام. فهتيجي هنا المينيم اوفر 20 دولار، اقل عرض ممكن يتبعت، فهتسيبها زي ما هي 20 دولار. عايز تخليها 100 دولار اقل عرض يعني، فهتيجي هنا على الفري كاتيجوري ليستنج. خلي بالك من الكلمه دي، لان الفري كاتيجوري ليستنج دي تقدر تختار كاتيجوري خاصه بالدومين، فالدومين ده سيو، فممكن تختار مثلا الدومين اسمه ايه، استسيك علينا، ممكن تختار كاستمرز انترنمنت ايفن هيلث انترنت. فانت هتختار مجال من دول، كاتيجوري اللي هي قسم من دول، سواء هيلث واي قسم تابع للدومين بتاعك. هنا الادد فور كاتيجوري ليستنج اونلي ب 2 دولار و50 سنت 58 سنت، دي طبعا تسيبك منها لانها هتطلب منك فلوس، تدفع فلوس، فانت هتختار دي فقط. ديسكريبشن تقدر تكتب ديسكريبشن او ما تكتبش مش هتفرق. هنا عندك في الانكريس فيزابيليتي، هنا بيقول لك ميك ماي ليستنج هوم بيج فيوتشرز،
يعني الدومين بتاعك يظهر في الهوم بيج على مزاد جدادي. لو جينا خدنا بالنا هنا دي الفيوتشر دومينز هيظهر هنا بسعر كام بقى؟ ب 17 يورو زي ما انتم شايفين. ده في الدومين تاني، انا زي ما انتم شايفين ميك ماي ريستنج ب 17 يورو. هتقدر تدفع 17 يورو والدومين هينزل في الفيوتشر. هنا ميك ماي ليستنج كاتيجوري بيج فيوتشرز فور 8، يعني انك تضيفه في تختار هنا زي ما قلنا الكاتيجوري. لو مثلا هتختار كاتيجوري معينه زي مثلا الكتب، مثلا لو انت اخترت الكاتيجوري دي الدومين خاص بالكتب فجيت علمت على ديت، الدومين بتاعك هيظهر في الاول خالص في الكاتيجوري دي، يعني اي حد هيخش على كاتيجوري بوكس الدومين بتاعك هيظهر فيها في البدايه. هتدفع عليها كام؟ 8 يورو و62 سنت، تمام. فكل اللي هتعمله انك هتختار المجال بتاع الدومين الباي ناو، وهتعمل اجريمنت، تعمل فينش. طبعا هنا عندك احنا قلنا اوفر وكونتر اوفر، اللي هو الاوفر المشتري هو اللي يبعت لك العرض. يعني لو في مشتري مهتم بالدومين بتاعك هيبعت مثلا عرض يقول لك 1000 دولار، العرض يوصل لك على الايميل، يا تقبل يا ترفض، او تعمل له كونتر اوفر. كونتر اوفر انك تزود العرض، اللي هو بعت لك 1000 دولار ممكن تبعت له تقول انا عايز ابيع بقى 5000، فلو هو وافق بيشتري الدومين. هنا الاوفر كونتر اوفر وز باي ناو، دي بقى الايه اللي هي الاوفر مع الباي ناو. يعني هنا تسيب الاوفر زي ما هو وتحط انت السعر بتاعك بقى، ممكن تحط مثلا 5000 دولار 20000 زي ما انت عايز. فهنا المشتري قدامه خيارين، يا اما يبعت لك عرض يا اما يشتري بالسعر اللي هو الباي ناو على طول، تمام. هنا طبعا بيقول لك ايه، هل الدومين بتاعك ده هتبيعه دومين فقط ولا دومين معاه ويب سايت ولا في محتوى اباحي، تمام. فانت هتبيع دومين فقط فمش هتعلم على حاجه من دول، تمام. فتقدر تعمل فينش والدومين بتاعك ينزل للبيع. عندك هنا باي ناو اونلي، يعني المشتري ما قداموش انه يبعت عرض، هو مجبر ان هو يشتري يا ما يشتريش بالسعر بتاعك. عندك هنا في ال 7 داي بابليك اكشن، بابليك اوكشن، ولازم تركزوا مع اني شرحت الاعدادات دي قبل كده بس هشرحها تاني عشان ده يعتبر كورس متكامل للسيو دومينز، وازاي تجيب الدومين وازاي تبيعه وتعرضه للبيع وكذلك. هتيجي هنا على ال 7 داي بابليك اوكشن، هتيجي هنا تضيف الستارت بيد، ممكن تختار الميزان يبدا ب 20 دولار. اهم حاجه لازم تركز فيها اللي هي ادد ريسيرف برايس، ده طبعا هتكلفك 4 دولار 4 يورو 31 سنت او 5 دولار بالكتير. هتيجي تعلم عليها، لازم تدفع 5 دولار عشان تحمي الدومين بتاعك انه يضيع. يعني لو انت ما علمتش عليها وضفت الدومين في المزاد كده واسترت بيد وخلاص، لو الدومين بتاعك جه على السبع ايام وخلص وفي واحد مزايد، اكتر واحد مزايد 100 دولار، فالدومين بتاعك كده اخر واحد مزايد هو اللي هيكسبه، مفيش حل تقدر ترجع فيه. لو انت ما بعتلوش الدومين حسابك بتاع المزاد على جودة دي هيتقفل وهتحصل مشاكل، فانت لازم تأمن نفسك. تأمن نفسك ازاي بقى؟ انك تحط ريسيرف برايس، ده سعر البيع اللي انت عايز تبيع بيه الدومين. يعني انا عايز ابيع الدومين ب 20000 وبدأت المزاد يبدأ ب 20 دولار. المزاد بدأ خلص بأقل من كده مش الدومين مش هيتباع الا بموافقتك انت، فهمت الفكره؟ ودي افضل حاجه لو انت هتبيع سيو دومين او دومين كويس جدا عن طريق المزاد، هتدفع 5 دولار وتقدر تبدأ المزاد، تمام. المهتم هيخش ويزايد على الدومين بتاعك. ده نفس الطريقة اللي الدومين ده اتباع بيها المزاد اللي انا بتكلم فيها دلوقتي، 7 داي بوبليك اوبشن. بعد كده هتعمل فينش، الدومين بتاعك هيبدأ ينزل في المزاد، تمام. عندك كذلك موقع فليبا، موقع فليبا تقدر تبيع عليه دومين، تقدر تبيع عليه موقع، تقدر تبيع عليه تطبيق، تمام. فكل اللي انت هتعمله انك هتيجي هنا على موقع فليبا هتسجل، تمام، وهتيجي هنا هتضغط على سيل ناو، هتيجي هنا تضغط تحط الدومين بتاعك، تعمل كونتينيو،
انا طبعا هسألك، بتبيع موقع اي كوميرس محتوى، بتبيع متجر، بتبيع خدمة، بتبيع ساس، بتبيع. احنا هنا هنبيع دومين فقط. هتيجي هنا تختار المجال بتاع الدومين، بيزنس اوتوماتيك اديوكيشن انترنمنت مش عارف ايه، ترافل سبورتس اوت دور انترنت، السب كاتيجوري دومينينج، اي حاجة من المجال بتاع الدومين بتاعك، تعمل كونتينيو. هنا هتقدم ايه مع الموقع؟ جوجل اناليتكس، هنعمل اذر، ده طبعا لو انت هتبيع موقع او تطبيق. هنا هنعمل كونتينيو داتا انتجريشن. هتيجي هنا ار يو ايبل تو بروفيت مانثلي فاينانشال نو، لان انا ببيع دومين. سيلكت كورنسي يو اس دي، انوال ريفينيو مش عارف ايه، طبعا الحاجات دي لو احنا هنبيع موقع، فاحنا هنبيع دومين فقط فمش هنحط الحاجات دي. هتيجي هنا تعمل ابلود فايل، هترفع الصور وتعمل كونتينيو، وبعد كده تخش على الماركت. طبعا هنا الموقع هياخد منك سعر للبيع، لان موقع فليبا مش موقع مجاني. هنا طبعا زي ما انتم شايفين دي الاسعار بتاع الموقع. هنا بيقول لك الستاندرد 29 دولار، 3 شهور الدومين بتاعك هيبقى في الماركت لمدة 3 شهور. ستاندر ريتش، هتقدر توصل ل 3 مليون يوزر. ديسكاونت اسكرو، اسكرو دي طبعا لما تبيع الدومين هتقدر تستعمل خدمة اسكرو. هنا عندك الماركت بليس ليستنج، تقدر تعرض دومينات للبيع على الماركت بليس، وفي مميزات تانية. فممكن تضغط على سيل ناو وتدفع الاشتراك اللي هو 29 دولار، تمام. سيل ويز فليب، سيل ويز اف بروكر، تقدر كذلك تبيع مع بروكر هو اللي يعرض لك الدومين ويبيعه. هنا بيقول لك نسبة البيع العمولة يعني للبروكر 15%، لو انت هتشتغل على فليب 14 بس 4% فقط، تمام. وهتدفع السعر وتعمل ايه سيل، وتبدأ تعرض الدومين بتاعك للبيع. لو جينا هنا على الموقع وجيت دخلت هنا على براوز، هنيجي هنا على ويب سايتس، عندك دومينز، هتلاقي فيه دومينات كتير معروضة للبيع على الموقع. عندك الدومين ده بي تي سي تو ماك، معروض في المزاد 27 شخص مزايد عليه، فضلوا 9 ايام. عندك الدومين ده في 3 مزايدين عليه، الدومين ده في 2 مزايدين عليه، السعر بتاعه 400. عندك الدومين ده كذلك، تمام. فهتقدر تبيع الدومين بتاعك على الموقع ده، الدومين اللي هو السيو بتاعك. فدي طرق البيع للسيو دومين الخاص بيه. عندك اكتر من موقع، ده غير دان وسيد والمواقع التانية اللي مختلفة، وقلنا براند باكت، وقلنا سكواد هيلب، ودلوقتي فليبا بدون اي، مفيش اي صعوبة. طبعا هنا على جود ادي لما تضيف الدومينات بتاعتك للبيع، وعايز تعرف ازاي هتسحب فلوسك من على الموقع او تضيف طريقه دفع، هتيجي هنا على الاكونت سيتنج، هتنزل تحت خالص، هتيجي هنا على البيز اللي تحت خالص دي، وتيجي طبعا هيفتح لك، استنى على ما يحمل، هيفتح لك الخانه دي. طبعا هتبدا تضيف طريقه الدفع بتاعتك، تكتب بياناتك، وسواء تضيف باي بال، حساب بنكي، اللي انت عايزه، تمام. احنا كده يعتبر اتكلمنا، قلنا طرق البيع للدومين الخاص بيك، وقلنا ازاي تجيب دومين سيو كويس، تمام. طبعا انت هتشيك على الدومين وهتفحصه كويس جدا قبل ما تحجزه، وهتبدأ تعرضه على المواقع زي ما قلنا، سواء انت هتشتغل بالطريقه المجانيه انك تجيب الدومين عن طريق البندنج ديليت، او الطريقه المجانيه اللي هي ديليت الدومينز، فما فيش اي مشاكل، تقدر تعرض الدومين وتبيعه. في بقى طريقه تانية وانا بفضلها، ان انت تبني على الدومين ده موقع في النيتش الخاص بيه. وليكن مثلا لو الدومين بيتكلم في محتوى الصحه، فهاجي ابني عليه وورد بريس واحط عليه قالب، وهبدا اعمل له شويه مقالات بتتكلم في الصحه. عندك طبعا لو مش عارف تجيب مقالات ازاي، قلنا المواقع اللي هي بتعمل لك المقالات عن طريق الذكاء الاصطناعي. كذلك تقدر تكتب في جوجل بلوج ايديا
بلوج بوست ايديا، هيطلع لك طبعا بوستات، افكار لبوستات كتير بتتكلم في مجال الصحه، هتقدر تكتب عليه مقالات وتبدا تشتغل عليه. وتيجي برضو كذلك على موقع فليبا، تقدر تبيع الدومين على هيئه موقع، يعني مش دومين فقط، لا موقع كامل. فهنا بتختلف، لو خدتوا بالكم هتلاقوا الدومين ده، الشخص ده عرض الدومين ده للبيع على موقع فليبا، بعرض موقع كامل للبيع بسعر كام بقى؟ 360,000 دولار. لو خدتوا بالكم السعر ده مش هو اللي حطه، ده مزاد، وفي شخص هو اللي دخل طلب 360,000 دولار عشان يشتري الموقع ده. لو جينا دخلنا عليه كده هتلاقي ان الشخص ده مش عارض موقع واحد، لا عارض موقعين اتنين، موقعين اتنين للبيع مع بعض. هنا لو خدتوا بالكم هتلاقوا ده دومين وده دومين. فهنا الشخص ده بيقول لك ايه؟ successful 9 years old content site in the survival primer niche marketing مش عارف ايه source affiliate marketing. فهنا هو بيبيع موقعين اتنين وكاتب كل الداتا الخاصة عنهم، الموقع عمره 9 سنين، الموقع بيدخل 9,000 دولار شهريا، الموقع بيخش له 41,000 زائر شهريا. طبعا هنا هو الاحصائيات ديت مش بالكتابة، يعني هو ما بيكتبهاش، هو بيقدم الوثائق وبيربط حساب جوجل اناليتكس والحسابات التانية بفليبا، بيطلبوا منه نيم سيرفرز وتكست ريكورد وحاجات تانية عشان يتربط بقى البيانات دي. فطبعا الموقع بيطلع البيانات كلها بتاع الموقع، هنا زي ما انتم شايفين 11,000 دولار ريفينيو بيجفز 41,000. لو جينا نزلنا تحت كده هتلاقي اليونيك فيزيتس 32,000 شهريا وعمر الموقع 9 سنين، هتلاقي طبعا بيانات عن الموقع. عندك هنا اللي هيبيع مع الموقع، يعني اللي هيشتري الموقع هيبيع معاه حساب البنترست اللي هو ده، عليه 394,000 فولورز، بيخش له 2,900,000 زيارة، حساب كبير، وهيبيع حساب الفيسبوك وتويتر وانستجرام واليوتيوب كذلك، يعني هيبيع بيبيع الموقع كامل بكل التفاصيل بتاعته. تمام. هنا طبعا بيقول لك اخر 6 شهور، اخر 6 شهور هو حقق عن طريقهم ارباح، فهو كاتب لك طبعا بيانات تفصيلية. عندك هنا مونتايزيشن ميثودز، طبعا هو الموقع هيتباع بكل حاجته، موقع السوشيال ميديا، المواقع الاعلانيه، كل حاجه بالمحتوى، بالورد بريس، بكل بالاستضافه، بكل حاجه. فهنا طبعا البيع هيتم عن طريق فليبا، بعد ما المشتري يشتري طبعا فليبا هيطلب منك البيانات، وانت هتبعت البيانات بتاعه الاستضافه، بتاع المواقع، بتاع الحاجات دي كلها، وهيبعتها للمشتري، وبعد كده هيدي لك الفلوس بتاعتك. طبعا هيبيع حساب جوجل اناليتكس وشير اسيل، ده طبعا موقع افليت. عندك الموقع ده كذلك، عندك كليك بنك موقع افليت برضو، وعندك باي بال هيبيعوا بالباي بال، وامازون اسوشيتس ده موقع افليت، وايزوك موقع بديل ادسنس. تمام. هنا عندك البروفيت، عندك هنا الارباح السنويه 134,000 دولار سنويا. تمام. عندك كل الإحصائيات، عنده 385,000 يوزر، الأسورة سكور 45، باك لينكات 54. طبعا الحاجات دي لو أنت هتبيع ويب سايت ما يعني أهميتها مش كبيرة أوي، أهم حاجة الأرباح اللي بيحققها الموقع دي أهم حاجة. بعد كده تيجي الميزات بتاعة الدومين، كل ما كان الدومين ليه مميزات أكتر كل ما كان السعر أفضل. تمام. هنا طبعا المحتوى زي ما قلنا، هي الموقع كامل هيتباع بكل حاجه، الدومين والايميل والسبسكرايبر ليست، الناس اللي هي في القوائم البريديه بتاعته، المشتركين وغيره، والديزاين والمحتوى والكل زي ما انتم شايفين. في طبعا ناس كتير مهتمه زي ما انتم شايفين، في ناس عامله كومنتات، في ناس مهتمه. لو جينا دخلنا هنا على الاسكينج برايس، هتلاقي هنا ميك اوفر باي ات ناو فور 380,000 دولار.
يعني الراجل عايز يبيعه ب 380 ألف دولار، في شخص هنا عامل له أوفر ب 360 ألف، أو ده الأسك برايس اللي بيتسأل. فموقع زي ده بيدخل أرباح زي دي لما يتباع ب 380 ألف دولار، يعني حاجة كويسة جدا. فأنت تقدر تعرض الدومين بتاعك، تبني عليه موقع وتبيعه سواء بالموقع أو تبيعه بالدومين فقط من غير موقع، مفيش أي مشاكل. احنا كده يعتبر شرحنا كل حاجة خاصة بالدومين، وقلت ازاي تشتري دومين سيو وازاي تعرضه للبيع، وكذلك طريقة انك تبني عليه موقع، دي هتبقى كويسة جدا برضو. هتعلم السعر بتاعه وليك كامل الحرية طبعا في الاختيار، سواء هتبيع دومين او هتبيع موقع مفيش اي مشاكل. كذلك لو انت هتبيع تشتغل بالخطة المجانية انك تجيب دومين عليها صورة وباك لينكات كويسة وتبيعه في جروبات، أنصحك بالجروبات الأجنبية لأن العرب بيفطسوا في سعر الحاجة، عايزين الحاجة ببلاش. فده كان شرح النهاردة، الشرح طول شوية بس حبيت أقول فيه شوية معلومات مهمة، وإن شاء الله الشروحات الجاية هتبقى كويسة، هتبقى في مجالات كتير وهنشرح فيها بالتفصيل. فتابعوا اللي جاي إن شاء الله عشان هنتكلم بالتفصيل في المجالات كلها الخاصة بالدول.